ايه ده يا عم انت بتغفلني؟ اطفي يا عم. ماشي يا جماعه انا اسف بس تليفوني الحمار كان بيغفلني سوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بداية فيديو جديد. ثانيه واحده ورجعت لكم تاني وعايز اقول لكم عايز اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. اقسم بالله وحشني بطريقه ده انجليزي ليه يا مرسي؟ بس انا عايز اقول لكم ان انا بغيب الغيبه الطويله دي عشان انا راجع بمحتوى ما حصلش. راجع بمحتوى هيكسر اليوتيوب. اليوتيوب هيتهز يا جدعان. اليوتيوب ايه؟ هيتهز كده. والله فانا جمعت لكم كام سكتش كوميدي كده حاجه تصبيره يعني على ما اعمل فيديوهات جديده وباذن الله هتعجبكم. ولو الفيديوهات اللي هتشوفوها دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نروح نشوف الفيديو. الشعب المصري بعد خبر فتح القهاوي. خبر عاجل، فتح المقاهي من يوم السبت الموافق 27/6. معقول؟ لا مش معقول. انا لازم اكلم الواد محمد افرحه. انا صاحبيكا. الو، القهاوي هتفتح يوم السبت يا صاحبيكا وهنخربها. ايه ده بتهزر؟ يعني خلاص الكورونا هتروح يوم السبت خلاص؟ ايوه يا عم هم قالوا كده في التلفزيون. بص احنا لازم ننزل يوم السبت. ها وربنا يا ابني انت فرحتني. كل عليك يلا سلام. يوم السبت. الله القهوه كانت وحشاني جدا. وانا وربنا كانت وحشاني قوي. عارفين الترابيزه اللي هي اصلا كانت وحشاني قوي. عارف بقى انا دلوقتي نفسي اطلب كل المشاريب اللي في القهوه مش كلهم اشربوا مره واحده. ليه يا عم كل ده؟ يا ابني دي فرحه انت ما بتعرفش انا فرحان ازاي من جوه. اقسم بالله نفسي اطلب كل المشاريب كلهم انا اطلبهم كلهم. عندك واحد قهوه وصلحه. تشرب يا صاحبي. اشرب ايه؟ هو قال لي تشرب ايه؟ انت مش شايفنا لسه قاعدين؟ هات لي واحد شاي. لما اتنين ابلواتش يراقبوا على لجنه الامتحان. ازيكم يا اولاد؟ بص يا ابله احنا لازم نشد على اللجنه دي، الماده دي صعبه جدا، مش عايزين حد بس كده يتنفس جنبه. ايوه طبعا امال ده احنا مش هنخلي ولا مخلوق يبص جنبه، اللي هيبص جنبه هنكسر له دماغه. طيب بالراحه كده يا شباب، اللي هيبص جنبه اقسم بالله لاسحب ورقته واخليه عيد السنه، تمام؟ بعد خمس دقايق انا بقول لك ايه يا ابله؟ هو كيلو الطماطم بقى عامل له كام دلوقتي؟ مش عارفه والله يا حبيبتي، اخر مره جبتها كنت جايباها عشان اعمل كشري، اصل البنت بنتي حامل وبتتوحم وكان لازم اعملها لها يعني. ربنا يومها بالسلامه. اصل احنا لحد دلوقتي مش عارفين محتارين نسمي ايه، بيري ولا مازن ولا مليكة ولا محمد ولا محمود ولا ايه، انا مش عارفين اسامي اليومين دول ايه، بس باذن الله هنشوف لها اسم ماشي مع الموضه. البنات قبل الجواز والبنات بعد الجواز. ماما انا جعانه هاتي لاكل. حاضر يا بيري اتفضلي هاتي. ماما انا خلاص تعالي خدي الاكل. حاضر يا بيري هاتي. ماما انا عطشان هات اشرب. حاضر يا بيري اتفضلي هاتي. ماما انا عايزه اشخ هات لي حمام. حاضر يا بيري هجيبهولك. بعد الجواز. عاملين ايه يا شباب وحشني والله. وانت كمان والله يا عم مات. وانت عامل ايه يا اخويا؟ انا الحمد لله يا رجاله. ثواني بقى اجيب لكم حاجه تشربوها. يا بيري قومي اعمل لنا كوبايتين شاي. نعم اعمل لكم كوبايه شاي. ده اللي قدامك دي الاكل كان بيجي لها لحد السرير. ده اللي قدامك دي كوبايه الميه كانت بتجي لها لحد السرير. ومال ده اللي قدامك دي هتقوم تعمل لكم ثلاث كوبايات شاي حالا. الدنيا ماشيه بدارها حطت عليا وقالت لي لا. الجزء الثاني. انا بحبك قوي يا بنتي يا بيري. وانا بعشقك يا قلبي بيري. امتى بقى نتجوز ويتقفل علينا باب شقه واحد؟ ياه امتى بقى؟ ده انا بصي هدلعك ليل نهار، هسيبك نايمة طول النهار وطول الليل. نايمة طول النهار وطول الليل. هخليكي بصي أسعد إنسانة في الدنيا. أصلاً عارفة. بعد الجواز. أنتِ لسه نايمة يا أولية أنتِ؟ يا نهار أبيض ده الساعة بقت 6 الصبح. إيه؟ إيه محمد في إيه؟ أنتِ لسه هتقولي في إيه؟ قومي اتسرعي حطيلي الطفح عشان أروح في داهية للشغل. حاضر. حضر لك الخير يا أختي، نسوان آخر زمن. ولا تكونيش فاكره انا متجوزك عشان ادلعك ولا اسيبك نايمه. هسيبك نايمه طول النهار وطول الليل، نايمه طول النهار وطول الليل، نايمه طول النهار وطول الليل. مالك يا وليه اتسمرتي مكانك كده؟ ليه ما تقومي فز؟ لا لا مفيش نايمه هو قايمه. لما اخوك الصغير يكسر حاجه ويتهموك انت. بيب 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 بيب. ايه ده يا زور ده معلق كده ليه؟ انا هكسرك. عملت ايه يا ماما؟ عملت ايه؟ كسرت اللعبة.
كسرتها؟ والله ما انا اللي كسرتها يا ماما. نعم ده اللي انت شايفاك بعيني وانت بتكسرها. اقسم بالله ما انا اللي كسرتها يا ماما، هي اللي اتكسرت لوحدها. انت مش مصدقاني؟ ها؟ لا خلاص يا حبيبي، هي اللي اتكسرت لوحدها. ولا اقول لك انا عرفت بقى مين اللي كسر؟ اكيد البنت مريم اخت. اكيد البنت مريم اخت. لما تيجي من الدرس بس ده انا هاكلها علقه عشان تكسر لحبيبها. لما حبيبتك تكون نكدية. حبيبي وحشني قوي، يا رب يرن عليا دلوقتي. والله لو رن عليا مش هزعله خالص. والله يا رب خليه يكلمني معايا، يا رب مش هزعله خالص. الو الو، ايه ازيك عاملة ايه؟ هو انت مالك اصلا؟ هو انت ايه اللي حشرك اصلا؟ هو انت بتكلمني ليه؟ هو انت ليك عين؟ ده انت بقالك ساعتين ما كلمتنيش يا حيوان. سلام. والله اه طيب تمام براحتك. سلام. ايه ده قفل بجد؟ يا رب يرن عليا تاني، يا رب خليه يرن عليا تاني، مش هزعله تاني. يا رب خليه يرن عليا تاني والنبي يا رب. هزعل لما تنزل تشتري صاحب من سوق الصحاب. قرب، بنبيع صحاب وبعلي الاسعار. سلام عليكم يا معلم. عليكم السلام يا صاحبيكا، امرني. ما توريني كده الصحاب اللي انت بتبيعهم احسن، صاحبي بعني وانا عايز اشتري صاحب جديد. بس كده عينيا يا صاحبيكا، بص معايا، ده الصاحب الغدار، وده الصاحب الخاين، وده الصاحب اللي ما بيصونش العيش والملح، وده الصاحب بتاع الفلوس، وده الصاحب اللي بيتمنى لك الشر. ايه ده يا عم، في ايه؟ انا عايز صاحب سالك. ايه اللي انا سمعته ده؟ انت بتقول عايز صاحب ايه؟ سالك. سالك؟ سالك ولا موجب؟ انت بتضحك على ايه؟ بس والله صاحبيك النوع ده شح من السوق اليومين دول خالص. هلا اقول لك تعالى لي كده بعد 20 سنه، اصل في استيراد صحاب سالكين هينزل لي من الصين. طيب تمام ماشي شكرا. لما حبيبتك تعمل نفسها اتيكيت. بص يا حبيبتي انا دلوقتي جايبك في افخم مطعم فيكي يا مصر. ايوه ما انا عارفه، ما انا طول عمري دادي كان بيجيبني المطاعم اللي زي دي. جرسون تحت امرك يا باشا، امرني. منيو من فضلك. عيني حاضر. وانت يا مدام هتطلبي حاجه؟ انا عايزه واحد منيو زيه بس بالشطه، اصل انا بحب الشطه موت موت موت. منيو بالشطه؟ اتفرج على ايه؟ رجع اطلع منيو بالشطه، رجع اطلع منيو بالشطه، رجع اطلع منيو بالشطه. لما تروح تتقدم لوحده وانت عندك 18 سنه. مين؟ افتحي بسرعه، احنا مباحث الموتوسيكلات. طيب جاي اهو، ويا ترى عايزين ايه يا مباحث الموتوسيكلات؟ عايزين بنتك المكنه من جوه. والله امشي حيوان من هنا. قلنا بس انت عندك حته بنت. الله ده بيغني لي يا ماما. قلنا بجوزها لي. طب وبعد ما جوزها لك تبقى حلالي في البطاقه تبقى معايا. مش لما تبقى تطلع بطاقة الأول يا أبو شخة؟ يا أبو شخة. الفرق بين البنات والشباب لما يطلعوا لبس. ده طويل وده قصير وده تخين وده رفيع وده مش قد كده. لا ده مش حلو ده. هو في يا رب اشمعنى أنا ما عنديش لبس زي أصحاب البنات؟ وأنا وحشة يعني ولا إيه يا رب؟ اشمعنى ما عنديش لبس؟ تيشيرتي انت الوحيد اللي حلتي. الفرحه اللي انا فيها دي كلها بترجع لي. اكسر كوبايه من النيش. ماما انا هقول لك على حاجه بس توعديني والنبي انك مش هتضربيني. ها؟ اوعدك يا حبيبي طبعا. قول. بصراحه كده يا ماما هي اتكسرت. هي دي اللي اتكسرت؟ دماغك؟ لا. رجلك؟ لا برضو. اكيد سنان؟ لا. امال ايه؟ قلقتني ما تقول. بصي انا هقولك بس انتوا وعدتيني مش هتضربيني. صح يا ماما؟ انتوا وعدتيني والله العظيم انتوا وعدتيني. الكوبايه اللي في النيش هي اللي اتكسرت. كوبايه من النيش يا شيخ؟ ده انا افتكرتها حاجه تانية يا عم. طب تعالى تعالى. ايه ده ما حصلش حاجه؟ نعم يا ماما. ضربتني بالقلم قلت يا الدمر، تاني قلم قلت برضه امر، تالت قلم ضربت دماغي بعمود السرير جاب الدم.